لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبدأ في قصة المسيح صلى الله عليه وآله وسلم من سورة آل عمران التي فيها ذكر ولادة مريم أم عيسى عليها السلام وفضيلة أسرتها الكريمة. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كما اعتدنا، نبدأ بذكر يعني ما قاله الإمام ابن كثير، وأحيانا نذكر ما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى، ثم نذكر ما تيسر من الفوائد في الآية الكريمة. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة عليه الصلاة والسلام. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآل عمران. والظاهر أن آل عمران من آل إبراهيم، ولكن ذكرهم هنا تخصيصا، وقد دخلوا في عموم آل إبراهيم، وذلك لمناسبة ذكر قصة مريم والمسيح صلى الله عليهما السلام. قال: وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام، وموسى صلى الله عليه وسلم أبوه عمران أيضا، ولكن سياق القصة يقتضي أن المقصود بذلك آل عمران، آل عمران الذين منهم عيسى صلى الله عليه وسلم بانتسابه إلى أمه مريم التي هي من آل عمران لأنها بنت عمران.
قال: والمراد بعمران هذا، قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: هو عمران ابن ياشم ابن أمون ابن ميشا ابن حزقية ابن إحريق ابن يوثم ابن عزارية ابن أمصية ابن ياوش ابن أجرهو ابن بازم ابن يهفشاط ابن إنشا ابن أبيان ابن رخيعم ابن سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام عليهم السلام. فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله وبه الثقة، يعني قول الله عز وجل: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فهو من ذرية سليمان ابن داود، وهو من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. أما ذكر هذه السلسلة من يعني النسب فهي كلها مأخوذة عن أهل الكتاب، وهي مما لا يصدق ولا يكذب، لأنه لم يرد في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على إثبات أو نفي ذلك. وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولسنا في حاجة إلى ذلك، وهذا هو الفرق العظيم بين قصص القرآن وبين قصص أهل الكتاب، فلهم اهتمام بالغ بهذه الأسماء والأولاد والأصهار والزوجات، ونحن لا نستفيد شيئا من ذلك في الحقيقة، ولذلك ننتفع بما في القصة من معاني الإيمان. هذه الآية الكريمة في ذكر اصطفاء الله عز وجل آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا المعنى معنى الاصطفاء. أولا هذا يدل طبعا على اصطفاء آدم عليه الصلاة والسلام على البشر، وهذا نص الأحاديث الصحيحة. قضية الاصطفاء والاجتباء من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وخصوصا منهم الأنبياء والمرسلين والأولياء الذين ذكرهم الله بأنواع الفضل. ولا شك أن شهود الاصطفاء والاجتباء لعباد الله المؤمنين، والذي هو من أفعال الله عز وجل لعباده المؤمنين، هو من أعظم ما يحبب القلوب في ربها، مما يجذب القلوب إلى الله، ويجعل العبد إذا استحضر الاجتباء والاصطفاء فإنه يكاد يذوب حبه وشكرا ونعمة وفضلا، يشكر نعمة الله عليه وفضله عليه فيقر بذلك. وهذا المعنى مذكور في مواضع كما في هذا الموضع:
قال سبحانه وتعالى عن قول يعقوب ليوسف عليهما الصلاة والسلام: وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا المعنى معنى عظيم الأهمية، يجعل القلب مستحضرا أعظم فضل فوق أنواع الفضل الدنيوي بما لا وجه للمقارنة، لأن الاصطفاء هو بالدين كما ورد في الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن كره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. وفي قصة مريم ذكر الاصطفاء تمهيدا للأمر بالعبادة وكثرة الصلاة، الذي هو تمهيد لتحمل الأمر الذي لا تكاد تحمله امرأة عفيفة. قال عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت طول القيام، فأمرت بكثرة العبادة، ولذلك اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، واتخذت من دونهم حجابا لكي تتفرغ للعبادة بعيدا عن مشاغل الدنيا ومشاغل الاختلاط بالناس، امتثالا لما أمرتها الملائكة. وفي الصلاة يوهب الإنسان أنواع الخيرات والمواهب التي بها يقدر على تحمل أنواع البلاء، ولذلك كان هذا الأمر من الملائكة لمريم بذكر الاصطفاء الذي يحبب العبد في ربه عز وجل، فلذلك يبادر بالعبادة والصلاة والسجود والركوع. وهذا الذي هيئت به مريم إلى أن تخبر إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. من غير أب كيف تواجه الناس في ذلك؟ قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. إنها بلية عظيمة تمنت معها الموت، لكن المفتاح الذي هيأها لذلك كان مفتاح الاصطفاء، شهود الاصطفاء: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ذكر اصطفائه إن الله اصطفى، من بني إسماعيل كنانة، اصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش. فالاصطفاء والاجتباء معنى عظيم الأهمية، كما قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ كلامه معه أول مرة: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. بعد أن ذكر التوحيد قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبده. فذكر وأنا اخترتك ليتهيأ لهذا الأمر العظيم الذي سوف يحمله الرسالة ومواجهة أعتى طغاة العالم سبحان الله. وأنا اخترتك. وقال فيما بعد ذلك قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال بعدها واصطنعتك لنفسي. فمن شهد هذا المعنى وأنه أخلص لله اجتباه الله سبحانه وتعالى هان عليه بعد ذلك كل ما يواجه وكل ما يجد. وهذا المعنى قد ذكره الله عز وجل للمؤمنين فقال يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو اجتباكم. هذا المعنى الذي يعم كل مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويسعى لنصرة دين الله ويجاهد في سبيل الله لأنه مجتبى. والله عز وجل يجتبي من عباده بعلمه وحكمته فإنه لا يختار أحدا إلا وهو يستحق أن يختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومعنى قوله تعالى ذرية بعضها من بعض أي بعضهم من بعض في الإيمان كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم إن الله عزيز حكيم. هذا الذي ذكره الطبري رحمه الله وقد ابن كثير رحمه الله لم يذكر شيئا في هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير يعني بذلك إن الله اصطفى آل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض. فذرية منصوبة على القطع من آل إبراهيم وآل عمران إنما جعل بعضهم من بعض في الموالاة في الدين والمؤازرة على الإسلام والحق. وذكر قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال في موضع آخر المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني أن دينهم واحد وطريقتهم واحدة. فقوله ذرية بعضها من بعض إنما معناه ذرية دين بعضها ذرية دين بعضها دون بعض أو ذرية دين بعضها دين بعض وكلمتهم واحدة وملتهم واحدة في توحيد الله وطاعته. عن قتادة قوله ذرية بعضها من بعض يقول في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. وقوله والله سميع عليم يعني بذلك والله ذو سمع لقول امرأة عمران وذو علم بما تضمره في نفسها إذ نذرت له ما في بطنها محررا. والله سميع لأقوال عبادي عليم بأحوال قلوبهم فهو عليم بمن يجتبي وعليم بمن يصطفي وعليم بمن يختار
وسميع لهذه الأقوال التي صدرت منهم متتابعة، اقتضت أن يجتبيهم الله ويصطفيهم بكثرة عبادته وتوحيده والإيمان به عز وجل والدعوة إلى دينه، كما قال تعالى عن إبراهيم بعد ذكر نوح عليه السلام قال وإن من شيعته لإبراهيم، فهو مع تفاوت الزمان من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد هذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة لأب واحد وأمهات شتى، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. ولذلك نقول أن شهود أننا بعضنا من بعض، فنحن أتباع إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ونحن أتباع عيسى ونحن أتباع موسى، ولذا ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان في هذه الأمة ويكون إماما لها ويقودها في قتل الدجال وقتال أتباعه اليهود، وكذلك في كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية حتى يؤمن الناس جميعا. ونحن أتباع موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، أي من اليهود، فنحن أولى بجميع الأنبياء ونحن من شيعة جميع الأنبياء لأننا ديننا واحد، ذرية بعضها من بعض، دين بعضها دين بعض. الحمد لله على نعمة الإسلام، والله سميع عليم بمن يستحق الاجتباء ويستحق الاصطفاء، وهو عليم بالشاكرين وهو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين، ونعوذ بالله أن نكون من الظالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.